عندنا برضو كمان الكواسر والجوارح عندنا نعم قطع، طبعا. ومئات مدير عام للزيدان برضو كمان. عوجا ويا ما حنشوف. شفتي ايوه هاي والله ما شاء الله متابع مسلسلات سورية كان من سوريا. ممثل فدي دي بتكون في الذاكرة. برضو عندنا احنا قمار الضواحي، أغنية قمار استاذ الضواحي. ابراهيم لازم انا اسالك هنا. تفضل طوالي. تفضل قبل ان اصير انا المذيع. انت طيب. انت مثلت مع شيء مسلسلات سورية؟ لا مع ابدا. سعودية سودانية. ايه على لكن هذا انا شو تفاجأت انه عم حافظ المسلسلات ايه طبعا. ايوه متابعة بعد الحلقات 9 10 اللي بقول عليها ايه بقول عليها شنو؟ هو مش الحلقات الأجزاء الأجزاء أجزاء أبدأ أيوة أتوزع أجزاء تبع باب الحارة العالم كله أيوة أجزاء الحارة. أنا ما كنت بشوف يعني. ليش؟ كتير حلو وهلأ بترجع بتعيدي ما تملي منه. ما بقدر والله. أنا بشوف خليجي، أحب جدا الخليجي، معلش يعني أحب المسلسلات الخليجي هلأ خاصة السعودي الكويتة يعني، مع ايه تقديري ايه طبعا لكل الباقيين صح يعني، صح بس الواحد بحس الدراما الاجتماعية صحيح. جميلة. طب المصريين برضو كمان عندهم مثلا موسيقى ليالي الحلمية، ايوه دي طبعا موسيقى السودان كله بيعرف ليالي الحلمية. ليالي ايه الحلمية اوكي طبعا. حتى ايوه السوري، شوف السوري بيتابع مصري، بيتابع سعودي، بيتابع العرب كويتي، كلهم بيتابع بيشوفوا اي اماراتي، حاجة صح. مو بس سوري بيتابع، بيتابع السوري. شوف انا بدي احكي كلمة احترامي لكل الشعوب. السوري قول له غني مصري بغني، عارف شو بتتغير لهجة. والغني السوداني ما بيغني لا ممكن، لا ممكن 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 يغني، منتظرين بس الأغنية ليش؟ السودانية. لانه الطرب المصري يعني بيدخل الإذن يعني الطرب طرب. لأنه